أهلا وسهلا بك دكتور محمد. يعني حديث كبير في أنحاء العالم عن تحويل المدن إلى مدن ذكية تدير نفسها بنفسها، أو ربما تكون أكثر كفاءة في أقل أحوالها. ماذا عن مدينة مكة المكرمة؟ ما مدى اهتمام أمانة العاصمة المقدسة بمسار المدن الذكية؟ وهل فعلا يمكن أن تحول مكة لمدينة ذكية بتعقيداتها وبشعابها وبأنفاقها، حيث أنها مدينة أنفاق كما هو معروف عنها؟ هل ستتحول مكة قريبا لمدينة ذكية؟ حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لقناة السعودية على تغطياتها المتميزة. اسمح لي في البداية أن أهنئكم والسادة المشاهدين بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. أسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ويردهم إلى ديارهم سالمين. في الواقع فإن أمانة العاصمة المقدسة بالتأكيد بتوجيهات ومتابعة من معالي أمين العاصمة المقدسة الأستاذ صالح التركي مثلها مثل باقي الأجهزة الحكومية في الحج تستخدم أشكال متعددة وأساليب وتقنيات من المدن الذكية في العديد من مرافقها البلدية وخدماتها المقدمة لساكني مكة المكرمة وبالتأكيد لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين. وفي الواقع أن من أهم الجوانب التي تطبق فيها الأمانة بعض هذه التقنيات مجال النظافة وإدارة النفايات تكرمون من خلال متابعة تحركات المعدات والآليات الخاصة بالنظافة عبر الأقمار الصناعية وتقنيات الجي بي إس، وباستخدام كذلك الأنظمة المعروفة بالتراكينج سيستم لمتابعة هذه الآليات. طبعا إضافة إلى أن الأمانة تضع عدد كبير من الكاميرات الحديثة في مواقع متعددة من المدينة لمتابعة أوضاع المدينة ونظافتها. ترتبط هذه الكاميرات كذلك بأنظمة رقمية لمتابعة وتحليل الصور، إضافة لاستخدام الحساسات أو ما يعرف بالمستشعرات الذكية في أعمدة الإنارة، كذلك لإدارة الإنارة الذكية. كما أن طبعا بالتأكيد كما ذكرت أن مكة المكرمة تتميز بالأنفاق المنتشرة في أرجائها، وهي كذلك تدار بتقنيات وأساليب حديثة. طبعا كل هذه المرافق وإدارتها الذكية ترتبط بغرف تحكم ومراقبة تحتوي على منصات رقمية وشاشات متنوعة لنقل الحدث، مما يمكن فرق العمل في اتخاذ القرارات المناسبة طبعا في الوقت المناسب. إذا سمحت لي، طبعا جدير بالذكر أن إدارة المدن الذكية في الأمانة كذلك عدت دراسة لإنشاء مركز تحكم ومراقبة موحد على طبعا التقنيات وطراز حديث لهذه المرافق ومتابعتها طبعا بالتنسيق مع الوزارة التي أدت كذلك يعني على مستوى الدولة خطة استراتيجية طموحة معتمدة من معالي وزير الشؤون البرية والقروية والإسكان، تحتوي العديد من المبادرات خصصت لمدن ومناطق المملكة طبعا وبالتنسيق مع كل أمانة أو بلدية لهذه المدن. نعم دكتور محمد، كنا نتحدث قبل أيام مع المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة الأستاذ أسامة الزيتوني، كان يقول أن هناك 28 منطقة خدمات في مكة المكرمة، هناك 22,000 عامل وفرد وفني يعملون في الميادين، وأن هناك 58 نفق و 18,000 شارع فرعي و 120,000 عمود إنارة. كل هذه الأرقام الضخمة، هل الأمانة تشغلها كلها بنفس الجودة وبنفس المستوى من التحكم الذكي، أم أن تحويل أو التحول الرقمي يشمل مناطق محددة دون مناطق أخرى؟ لا، حقيقة في الواقع أن المدن الذكية يعني تعد في مراحل يعني متقدمة إلى حد ما، ولكن يعني لم يتم تطبيقها في كافة أنشطة ومرافق المرافق البلدية. ويعني جدير بالذكر كذلك أن الحقيقة أن المدن الذكية تعد أحد المحاور المهمة جدا في مسار التحول الرقمي الذي توليه حكومة خادم الحرمين أيدها الله اهتمام كبير، حيث جاءت التوجيهات لجميع الجهات الحكومية باستمرار في تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في الحج، وتعزيز كذلك التحول الرقمي والحد
قدر الإمكان من الأعمال التقليدية في أداء الخدمات بالحديد. طبعا أمانة العاصمة المقدسة لديها مجموعة من المراكز الخدمات منتشرة في أرجاء المشاعر المقدسة تطبق إذا جاز التعبير حقيقة يعني حلول رقمية ذكية، يعني مثل استخدام منصات الهواتف الذكية وحقيقة يعني الأنظمة الإلكترونية لمتابعة تشغيل هذه المراكز ورفع الملاحظات والبلاغات من خلال هذه الأجهزة يتم معالجتها كذلك وإيصالها للمعنيين بطريقة طبعا برضو كذلك رقمية، وبالتالي يتم التفعيل تدريجيا في الواقع لطبعا تقنيات و يعني أساليب المدن الذكية في مرافق الأمانة بالتدريج. ولا ننسى كذلك أنه كما ذكرت هناك خطة استراتيجية تحويل العديد من مبادرات كثيرة بإذن الله تعالى إلى تحويل العدد من المدن الرئيسية في المملكة وعلى رأسها طبعا قبلة العالم الإسلامي العاصمة المقدسة. نعم جميل جدا، شكرا جزيلا لك دكتور محمد على هذه الواقعية التي طرحتها في حديثك الإجابة على هذا الموضوع. سؤال أخير إن سمحت لي، الآن الحجاج الذين نشاهدهم مباشرة أمامنا على الشاشة يسيرون على جسر الجمرات وكذلك تنقلوا في أرجاء المشاعر المقدسة، أريدك أن تعطيني إلماحة سريعة كيف استفاد الحجاج، كيف تقدمت تجربة الحاج من خلال توظيفكم للمدن الذكية أو لتقنيات المدن الذكية على السريع؟ نعم في الواقع الآن كثير من أعمال الحج تدار عبر المنصات الرقمية كما ذكرت، وبالتالي الحاج منذ وجوده في بلده هو يتعامل مع خطوات الحج بطريقة رقمية من خلال منصات عدتها المملكة، وحتى في المشاعر المقدسة يتم يعني التعامل مع الحاج عبر اللوحات الإرشادية الذكية وعبر طبعا الخدمات الإلكترونية التي ممكن الحصول عليها عبر الأجهزة الذكية، مما يساعد الحاج في معرفة موقعه ومعرفة الأعمال التي يجب أن يقوم بها خلال أدائه لمناسك الحج. نعم دكتور محمد الخزاعي كنت معنا وأنت وكيل أمين العاصمة المقدسة للتحول الرقمي، شكرا جزيلا لك على إثرائك الحوار بهذه المداخلة.